لو كنت قريت رواية عز الدين شكري مش مقتل فخر الدين الرواية الأولى، الرواية الثانية أبو عمر المصري، هتلاقيه بيوصف واحد من الشخصيات اللي موجودة في الرواية، بيوصفها كده وصف دقيق، بيتكلم على هدوءه، بيتكلم على سمة الاحترام اللي بتفيض، بيتكلم على طريقة حديثه وكلامه وحتى تنفسه، قيادي كبير في مجموعة جهادية معروفة جدا. المؤلف ما بيقولش ان هو بن لادن، انما من كل التفاصيل اللي انت تقراها في الرواية تبقى فاهم او يقع في يقين القارئ انه ده أسامة بن لادن. الحقيقة انه لما تقرا الرواية تلاقي ملامح الشخصية دي مرسومة كويس قوي، وتستبعد انه في حد ممكن لما يمثلها زي الرواية بالظبط بل واكثر. انت متعاقد على المسرح وتسقيف المسرح صح؟ وسعيد بالناس دي بحضرتك. مش عارفه اذا كنت يعني تنبسط لما الناس تقول فنان كبير او قدير، بتحس ان هم بيكبروك في السن ولا بيدوك مقامك، يعني حاجه زي كده تبسطك ولا لا تقول لسه شويه؟ هو كله زي الفل. كله زي الفل. مبروك الاداءات المتميزه جدا في رمضان الماضي. ربنا يخلي حضرتك. بس بن لادن، مش لازم اقول بن لادن لانه في الروايه ولا في المسلسل قايلين انه بن لادن. الشيخ. ايوه برافو عليك. كل حاجه صح. انا قريت الروايه قبل ما اشوف المسلسل، ومن الحاجات اللي شدتني في الروايه كانت رسم شخصيه الشيخ ده. والحقيقه كنت في غايه السعاده لما شفتك لما اديت الدور. احكي لي عن الشيخ. كنت بعمل عملين فقط، يعني مسلسلين بس في السنه، بقالي 7 سنين على كده. لحد السنة دي برضو كنت مضيت سك على اخواتك ورحيم، وبعدين الاستاذ احمد خالد موسى المخرج هايل. قال لي ما ينفعش اخش اي سيزون وانت مش معايا فيه. قلت له طب اعمل ايه دلوقتي، انا مضيت عملين وانت عارف. قال لي طب انا عندي شخصية 5 حلقات وعايزك انت اللي تعملها. يعني هو كان شايفك في دور الشيخ. فقريتها قلت له، هو قال لي قلت له طب خلاص اوكي. فده اللي حصل. يعني ايه ده، عادي كده وخلاص يعني؟ ما يعني قول لي مثلا فكرت ترددت؟ لا ما ترددتش. انا لقيت الشخصيه حلوه ومحوريه في الحدث، و في طول الوقت في الروايه او في الواقع او لما الناس اتفرجت على المسلسل في اسقاط ما يعني، وانا حسيت انه تحدي كويس. انا بحب الحاجات دي في التمثيل. الصعوبه لما الواحد انت بتأدي شخصيه الناس عارفاها بالظبط، حتى وان كنتوا للخروج بقى من مأزق رقابي، او الحقيقه انه الروايه نفسها ما قالتش ده، بس طبعا كل المواصفات بتقول انه هي جماعه جهاديه، ان هي تمركزت في السودان اولا وبعد كده راحت افغانستان، دخلت في الصراع الافغاني، الصراع مع امريكا، يعني هي يعني كل حاجة بتقول إن هو بن لادن. الفكرة إنه الرسمي المسلسل بيقول الشيخ، الناس أسقطته على مين من الشخصيات المعروفة. أوكي يعني وارد. يعني مفيش طيب. مشكلة في ده. اللي كنت عايز أقول الفنان صبري فواز، إن الواحد لما بيمثل شخصية معروفة عند الناس بيبقى الموضوع أصعب، لأنه صحيح. عارفينه وشافوه قدامهم بيتحرك وبيتكلم. شافوه بيتكلم إزاي؟ ودي المرة الثالثة يعني اللي أنا عامل حاجة كده، يعني سبق وعملت بليغ حمدي وهيكل. واحب التحديات دي شويه الحقيقه. طيب لو احنا يعني شفت شرايط او فيديوهات للشيخ؟ للشيخ يعني اتفرجت على فيديوهات. شفت فيديوهات للشيخ وسمعت وهو بيقرا قران، عشان كان في مشهد بقرا فيه قران، عشان نفس الطريقه بالظبط وكده. انا لعبت على الشخصيه الاصل، يعني تبقى ازاي بتتصرف وبتتكلم وبتتحرك يعني. اللي هي ايه بقى؟ ايه المواصفات اللي انت شفتها؟ غير اللي في الروايه. عارف بيعمل ايه؟ وعارف يجيب مين ازاي؟ والمداخل بتاعت الناس ازاي؟ وحد مدرب على اللعبه دي،
يعني يجيدها تماما، واضح يعني سواء اللي في النص أو في الواقع. هو شخص مدرب على كيفية استقطاب الأشخاص يعني، فده مش هيتم غير بهدوء شديد جدا يعني وإقناع أكتر منه، شخصية مسيطرة ومقنعة، شخصية تقدر تأثر على اللي حواليها. أي. الكلام بالفصحى في المسلسل ده خرجك من مأزق اللكنة المفروض ان هي تكون للشيخ الأصلي بن لادن من الخليج العربي، فانت خرجت من الحتة دي بالفصحى. اما انا في النهاية انا بشتغل في عمل، والعمل نفسه كان ملتزم بالرولز دي، انه اسمه الشيخ وانه مش فلان الفلاني الشخصية المشهورة، فانا ملتزم بما يلتزم به العمل يعني. انه مش لازم يبقى بنقول فلان، هو اسمه الشيخ، انت كجمهور عايز تسقطه على فلان، ده موضوع تلقي مش موضوع ارسال. بنبسط جدا لما بشوف فنان ومؤدي مصري بيقول الفصحى بسلاسة، يعني بيمثل بيها كأنه بيمثل بالعامية. مش عايز اقول دول قليلين، هم موجودين كتير في ابناء المسرح، انما ابناء التلفزيون مش كتير منهم بيقدروا يتكلموا الفصحى بسلاسة العامية. احنا الحياة ربنا على المسرح، وهو اللي سندنا في المسألة دي، والعربي زمان كان بيدرس بطريقة احسن، فكنا برضو مستفيدين اكتر من الشباب الايام دي، ده برضو ميزة تانية. وانا عندي ميزة تالتة، ان انا الكيجي بتاعي كان كتاب. الكيجي كان كتاب؟ الكيجي بتاعي كان كتاب. ده كان كيجي في كفر الشيخ ولا كان فين؟ فكتاب دي كنت بشغل الكتاب الكتاتيب، بنقرا قران وبنحفظ قران، فطول الوقت علاقتي باللغه العربيه كانت يعني كويسه الحمد لله. انت منين؟ من كفر الشيخ صبري فواز. قريه اسمها الحمراء بين كفر الشيخ وتسوق. قضيت فيها طفولتك كلها لحد ثالثه اعدادي. فتره الثانوي كنت في كفر الشيخ المدينه، وبعد الثانوي رحت الجامعه في اسكندريه، وبعد اسكندريه جيت معهد فنون مسرحيه في القاهره. رحت في اسكندريه بقى تدرس مسرح برضه، قسم المسرح في اسكندريه الاداب. ما انا يعني انت حولت ولا خلصت بعد كده رحت ابتديت دراسه من اول وجديد؟ لا، خلصت دراستي في اداب اسكندريه قسم مسرح، وبعدين جيت معهد فنون مسرحيه، عشان دول بس اللي كانوا بيدرسوا مسرح في البلد. ايوه، ما انت خلصت يعني، ما انت درست مسرح وخلصت. ما هو كان في مشكله بيننا وبين النقابه، ما كانوش معترفين لسه بخريجي قسم المسرح. يعني انت درست مسرح مرتين؟ مرتين. يعني اتنين ليسانس؟ اتنين. في نفس التخصص يعني، مفيش اضافه؟ ما رحناش بعيد يعني. ولا انت اصلا كنت حابب يعني كنت بتشتغل مثلا اياميها؟ بصراحه لو ما كانش موضوع النقابه كنت خلاص اكتفيت بقسم المسرح يعني. ايوه، بس وكنت بتصرف منين بقى؟ كنت بشتغل، انا يعني بشتغل في شركه اتصالات، اشتغلت مدرس عربي فتره، عملت حاجات كده عشان اعرف اصرف على نفسي وادعبس في التمثيل. لا احكي لي المدرس يعني. صبري فواز كنت بمدرسه ازاي؟ اشتغلت مدرس في مدرسه في بلد اسمها بني غازي في كفر الشيخ. اشتغلت مدرس فتره، وبعد كده فتره قد ايه؟ يعني 8 شهور يعني سيزون بحاله. لسنه كام كنت بتدرس؟ لسنه كام؟ في تانية اعدادي. ده كبار يعني شويه. كبار، وكنت انا يعني مدرس صغير يعني بتاع. ودرس قواعد ونحو ونصوص وكده. يعني درست كما ينبغي يعني. اما جيت القاهره اشتغلت في شركه اتصالات، كنت باخد الورديه بتاعه بالليل. ايه في شركه اتصالات؟ اتصالات كان زمان بقى قبل الاتصالات ما تفتح كده على بعضها، كان في مكاتب اتصالات، مكتب اتصالات حضرتك طالب بيزنس سنتر. ايوه، طالب لندن، طالب بيروت، طالب كده يعني، كول سنتر. كنت بشتغل شغلانه دي في مكتب في المهندسين، كنت باخد ورديه الليل علشان الصبح اروح المعهد. وناس تكلم ناس و صداع. وناس ترد على ناس وانت قاعد. الخط قطع مني، طبعا نحسبها ولا ما نحسبهاش دقيقه او حاجات. كانت شغلانه صحيح. دلوقتي مش موجوده. مفيش. فاشتغلت كل دي شغلانات مؤقته، ودخلت معهد الفنون المسرحيه عشان تبقى عضو في النقابه. وابتديت تحترف التمثيل وانت طالب ولا وانا طالب سنه اولى. كان اول شغل احتراف بالنسبه لي، لما المفاجاه العظيمه حصلت لي ان انا ما كانوش يعرفوا لي العنوان ولا كانش فيه موبايلات ساعتها، فبعتوا لي ريجيسير على المعهد، فكنتش انا موجود، جيت متاخر يومها عشان كنت مطبق في الشركه، فجيت متاخر ولقيت المعهد كله بيقول لي يا عم انت فين، ده الاستاذ محمود عفيفي الريجيسير اللي بعته لك الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ دور عليك كتير. اسماعيل عبد الحافظ بعت لي
يا كانت حاجة يعني وأنا في أولى معهد حاجة تخض يعني. ورحت بقى قابلته واشتغلت الوسية، كان أول عمل على شاشة. تعمل زمان كده؟ جدا من ايام الوسية؟ قديم جدا انا. لا لا مش قديم ولا حاجة، بس الوسية ده من ايه؟ من 30 سنة؟ سنة 90 بالظبط اتذاع الوسية. 30 سنة، 28 سنة على ولا الشاشة. كان ساعتها ده انت تلاقيك كنت صغير قوي في الوسية. ما انا يا دوب كنت لسه يا دوب. دي أول لقطة ليك يا صبري فواز. كنت لسه طالب بقى. كنت طالب في سنة أولى في معهد فنون مسرحية. أنت كنت في الجامعة ولا في المعتقل ولا فين؟ في المشهد ده. المشهد ده كنا في الجيش. كنا في الجيش. طب ممكن نشوف المشهد ده؟ ده أول لقطة لصبري فواز في مشوار طويل. كله خبرات، كله خبرات صبت في 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 كنز تمثيلي اسمه صبري فواز. كيف الكلام ده ابوي؟ انا اسمي هريدي، محمد هريدي من الصعيد الجواني. وانا زهران عبد الراضي ادهم من دنشواي. فاكرين دنشواي؟ الا فاكرين دنشواي، وهي دي بلد تتنسي. اي مكان يتقدر فيه البني ادم ويعامل كبني ادم يبقى هو ده المكان الصح. الله، انا لاول مره النهارده احس اني ما غلطتش لما طلعت في الجيش. النهارده بس حسيت ايه؟ بالنسبه لك ده كان حاجه كبيره جدا ساعتها. طالب واسماعيل عبد الحافظ شخصيا يطلبك. بعت لي شخصيه، مش مشهد ولا اتنين، شخصيه يعني، حاجه بجد مفاجاه صعبه جدا عليا. قلت لهم ايه بقى هناك في كفر الشيخ؟ ده كان اول بقى، كانت اول عمل. هيصه بقى، احكي لي. كان في البيت طبعا حفله وفرح في البلد يعني عندنا، و العمده الله يرحمه قابلني اول ما روحت، كان في مشهد بقول بلد ما فيهاش مرايه، قال لي بقى البلد ما فيهاش مرايه يا استاذ. حاسس ان انت بتنبط بالكلام. دي كانت اول مره. والبلد فرحت جدا جدا جدا. تخيلت ان الطريق بعد كده هيبقى سهل قوي؟ ما كنتش متخيل انه المشوار. هي يعني الحقيقه على البدايات ما كانش يجب ان المساله تاخد الصعوبه دي، لانه انا ابتديت بدايات اعتقد انها جيده، عملت الوسيه والليالي الحلميه والعائله وفي ام كلثوم عملت بلي حمدي، يعني حاجات كلها مش اعمال قليله وكلها اعمال متشافه وادوار محوريه، وأدوار يعني متشافه ومعروفه. فما يعني كنت خايل المساله هتبقى اسهل من كده، بس للاسف ده ما حصلش يعني. انما كله خير يعني، كل شيء باوان وكل شيء نصيب، وزي ما بقول في تراكم يعني، ما هو ما فيش حاجه راحت هباء خالص صح. انت بتحب بليغ حمدي قوي؟ طبعا. بتحب دور بليغ حمدي ولا بليغ حمدي شخصيه؟ بليغ حمدي نفسه، بليغ حمدي نفسه. انت ما قابلتوش؟ لا للاسف. للاسف ما قابلتوش، بس احنا اتقابلنا يعني. ده انا عرفت انك فنان كبير، ده انا عرفت ان انت ما فيش اي فرصه في بينزل صوره بقى وهو بيدندن لوردة ولأم كلثوم. لأم كلثوم، خلينا نشوف فيديوهات صبري فواز في لحظات التجلي. جاوبتهم عني طمعيني، سبوني سألوني، جاوبتهم عني طمعيني، علشانك أمشي هبلا يا حبيبي يا صبراني، من غير ولا ميا ولا زاد يا حبيبي علشانك أمشي هبلا يا حبيبي يا صنراني، من غير ولا ميا ولا زاد يا حبيبي يا صنراني. يا صنراني اليوم حبيبي يا صنراني، يا صنراني اليوم حبيبي يا صنراني. عيونك شمع وضحكة وبحر ونسمة صيف، قلت له روحي تعالى تعالى عندي زاير، قلت له روحي تعالى تعالى عندي زاير. سكتت هو مش مهم الصوت، المهم الاندماج يعني، مش مهم الصوت.
مهم يعني. ما انا يعني ما انا مش مطرب بس. لا اسم مدمج جدا. من حق كل بني ادم يندمج. يندمج ما عايز يعني. بتدندم فين بقى؟ فين الفراغ اللي انت فيه ده؟ كرفان. بعد ما اجهز مستني بقى اخش اصور. فانا عاده عشان اصور بعمل ايه؟ بقعد اشغل مزيكا من اللي بحبها. ده بعد ما تخلص وتلبس وكل حاجه. واثناء ما انا بلبس وبعمل مكياج والحاجات دي بشغل مزيكا طول الوقت من اللي انا بحبها. واخلص الحاجات كلها واجهز، والناس اللي بيخلصوا شغلهم بينزلوا، وانا بقعد اكمل مزيكا مع نفسي كده لحد ما يقولوا لي يلا نشتغل. لما بسمع مزيكا بحبها كاني برطب نفسي يعني، يعني روحي كده برطبها وبحب يعني بظبطها. انا بحب كده طول الوقت. تدخل بقى تقتل رحيم على طول او تنكد على داليا يعني تبقى رايق. عملت دور متميز جدا في مسلسل رحيم. ربنا يخليك يا استاذ. الشرير السايكوباتي. لا مش سايكوباتي، هو سايكوباتي شو. مريض. احكي لي عليه الدور ده. هو بيني وبين الاستاذ ريمون مقار مواد وحب من زمان ومتبادل يعني. وكم مره يحصل يعني ترشيحات لعمل والنصيب ما جابش، لحد ما السنه دي قال لي بص انا عندنا دور مهم جدا وعمل في رمضان مع ياسر جلال. قلت له نشوف السكريبت بتاعه، وقريت بعت لي قريت قلت له اوكي. استاذ محمد سلامه المخرج. دي اول حاجه كنت مضيتها لرمضان. لا اول حاجه كان سك على اخواتك. ف استاذ محمد سلامه المخرج قال لاستاذ ريمون انا عايز صبري فواز. فلما كلمني وبعت لي السكريبت انا قريته لقيت حاجه حلوه ودخلت في الشغلانه. بالنسبه لك مقياس النجاح العادي والنجاح الاوتستاندينج او النجاح الاكتر من عادي ايه؟ هو النجاح نجاح، بس هي فكره الجماهيريه لكل ما بتعرض اكتر الامور بتبقى احسن يعني. السنه دي واضح انه عماد عمل حاجه من الصدى اللي انا شفته هنا ولما كنت في بيروت من يومين، في صدى يعني عالي جدا لعماد الحقيقه. يعني انت لو سالتك عن الثلاث ادوار اللي عملتهم في رمضان ده ما بين ابو عمر المصري وسك على اخواتك ورحيم، الانجح او اللي الناس شافته بجماهيريه اعلى هو رحيم. رحيم طب انت بالنسبه لك الاحلى ايه؟ انا هقول انا بالنسبه لي الاحلى هو ابو عمر ادائك انت. هو الشيخ، دور الشيخ. مش معناه ان انت ادائك هناك. لا انا فاهم حضرتك وفاهم المنطق ده، وطول الوقت بختار طبقا للي حضرتك بتقوليه بالظبط يعني. كل ما مثلا لما عملت العهد عارف ان في جمهور هيبقى بيحب العهد والناس تانية بتحبش ده، فعملت معاه بين السرايات. طب اقول لك على حاجه، عارف لو فكره انه ده جمهوري وده جمهوري وده جمهوري. انا اسف على المقاطعه بس انا هقول لك على حاجه. عارف لو الخواجات بره في هوليوود مثلا عايزين يعملوا الشيخ، هما مش هيجيبوا ممثل يمثل احسن من صبري فواز زي ما عملته كده في المسلسل. صبري فواز خلينا نرجع تاني للفنان القدير. هو بقى عايز مش عايز، هو شايف انه ده بيكبره في السن ما بيكبروش في السن، هو من فئه الفنانين اللي ان اجلا ام عاجلا هيطلق عليهم اللقب ده. بعد الفاصل هنرجع معاه بس مع السوشيال ميديا وعلاقته بالعالم الافتراضي. بعد الفاصل. الراجل الجدع يرجع لورا على طول مع مراته. بس لو كتبت على النت برنامج ما حصلش مش هتلاقيه. بس كنز، لقيت كنز قدامي. عايز اعرف انت من اي حته يعني حته الليسي. هي شخصيه وصلت بالعبط للمرحله دي. انا ده كل اللي معاه، تطلع كل اللي في جيبي. انا كنت عامل صعيدي فكان التاتو هنا بس انا لابس عينها طول الوقت. اقدم لكم صبري فواز. حلو قوي اللوك ده، عيش بيه شويه. مش طايقني طبعا. صح. دخلت ادوارد عليا بالشنطه. انت رجل اعمال كده او مندوب مبيعات يعني. مش انت كنت شاهد على عقد الجواز العرف اللي بيني وبين طشكا؟ انا يا بنتي. انا يا بنتي. ايوه انا. قولي بقى، انت من الناس اللي مدمنين قرايه وكانوا مدمنين قرايه وهم صغيرين. ضيعت فلوسك على الكتب. بالظبط كده. صح. يعني انا نصا ده حصل، يعني نصا الموقف ده حصل نصا. ضيعت فلوسك على الكتب؟ كنت في يوم وانا في اسكندريه في الجامعه، في شارع النبي دانيال، في واحد بتاع كتب قديمه صبري فواز ده.
في سنه كام بقى صبري فوزنا؟ دي كنت في تانية اعدادي مثلا، اولى اعدادي. تانية اعدادي يعني كنت بتدرس في كفر الشيخ بقى ولا الصوره دي؟ لا صوره بتقول يعني حد بيبص للمستقبل، حد بيفكر. دي صوره عائليه. مين الصغير اللي انتوا شايلينه وعاملين له كروبنج؟ ابن خالي. ده كانت صوره العيله عاملينها عشان نبعتها للحبايب اللي مسافرين في العراق. ربنا يرجع العراق بالسلامة يا رب. ايه ده؟ لا استناني بقى، استناني بقى. هي الناس اياميها انا افتكر ان هما الناس كانت تبعت لبعض شرايط كاسيت وحاجات زي كده، كاسيت وصور وحاجات كده. طبعا اللي غايبين بيقعدوا سنين كتيرة ما بين 5 مليون مصري كانوا عايشين في العراق. فربنا وقرايبكم كان منهم كم واحد مثلا؟ 3، خالي وجوز اختي واخويا. عايزين نبعت، فبعتنا شرايطه وبعدين رحنا اتصورنا في استوديو في كفر الشيخ عشان نبعت صوره العيله دي كلها يعني. فجم قريب في جورنان طلبوا مني اجيب صوره ليا وانا صغير، ما لقيتش غير دي واحده تانية اصغر فقصتها كده عشان ابعتها لهم. وال طبعا في زمن اللا انترنت دي بالنسبه لهم حاجه عظيمه يعني، حاجه ان هم شاف العيال لما كبروا فرق. طبعا وموضوع الشريط ده ونقعد ازيك وعامل ايه وحاجات كده. طيب كنت بقى رايح تشتري كتب من شارع النبي دانيال؟ لا انا كنت رايح المعهد الفرنسي في عرض المسرح، رايح احضر عرض المسرح وفي راجل هناك بتاع كتب قديمه كده، فلقيت عنده شويه حاجات كتب ومجموعه من مجلات المسرح القديمه. حاجه كانت عظيمه جدا مجلات المسرح في فتره الستينات دي. فكنز، لقيت كنز قدامي، قعدت اخد ودي معاه في الاجر، ما وصلناش لحاجه. في الاخر قلت له بص انا ده كل اللي معاه، انت طلع كل اللي في جيبي. فبص فيهم كده لقوهم قليلين جدا، قال لي بس شكلك غاوي يا ابني خده خلاص انا راضي، عطف عليك. فخدتهم بقى كده ومتربطهم بحبل كتير، حاجات كتيره جدا كده، ومش عارف اعمل ايه. انا معايا فلوس ارجع السكن ولا معايا فلوس اروح حته ولا ينفع امشي؟ مش بعيد جدا وانا شايل، مش عارف اعمل ايه ومعيش اي حاجه غير الكتب دي. ما لقيتش حل غير انه في موقف كفر الشيخ قريب كده، قمت رايح راكب عربيه وكملت معاه لحد الموقف. نزلنا في موقف ناديت على خالي قلت له حاسبه بقى. يعني خالك كان موجود هناك؟ خالك لا، ما وصلت كفر البلد. الشيخ في الايام دي ابوخ موقف بالنسبه لك عشان ما كانش معاك فلوس كان ممكن ايه يكون؟ ايه انك تبقى قاعد مع تلغي ميعاد مع حد بنوته يعني عشان مش هتعرف تحاسب؟ مفيش اوحش من كده يعني. دي حاجه وحشه قوي قوي طبعا. ومعرفتش تروح الميعاد؟ انا اللي لغيته. قلت لها ايه بقى؟ قلت اي حاجه. اكيد كذبت كذبه يعني، اكيد قلت اي حاجه بقى، اي حاجه انه ما ينفعش ابقى قاعد وانا. ما كنتش تعرف تدبر كام جنيه ده تمن الحاجه الساعه اللي هتشوفها؟ ما كانش ساعتها، ما حصلش ساعتها في الموقف ساعتها، ما حصلش. فمش هروح وهي تحاسب طبعا، فاعتذرت. طب والقصه انتهت يعني؟ ما ابتدتش اصلا؟ لا ما هو كان عادي، ما كانش ده قصه حب، كان يعني معاد كده لطافه يعني. لطافه. لا دي حاجه بايخه ساعتها بقى، تقول يا رب هو انا ليه مش زي الناس اللي يعني. موضوع ضايقني شويه وعدى يعني. انا الحمد لله اللي يعني قدرت انجو من فكره تاثير الاشياء عليا يعني. الاشياء تفضل اشياء. انا ممكن يعني ابقى معايا عربيه 27، ابقى معايا عربيه شيروكي، الاثنين عربيات مش يعني، دي شيء ودي شيء مش هتفرق. في تقدير المتواضع اتمنى، انا اتمنى يبقى في احسن. في تقدير المتواضع او يعني لو كنت بعرف شويه في البني ادمين، الناس اللي بتبقى مليانه من جواها، الموضوع المظهري ده ما بيشكلهاش حاجه كبيره. اكيد ممكن يتضايقوا ياخدوا بالهم، بس هم مليانين من جوه فبيقدروا يتخطوا ده. الناس اللي فاضيه من جوه خالص، ما عندهاش حاجه تسند عليها، تبقى الشكليات دي هي القاضيه يعني. ما الانسان الحلو اللي مشكلته براه يعني، مشكلته في الظرف، في الفلوس، في مش عارف ايه، ده هيفضل انسان حلو. طب ولما كانت بقى الفلوس على القد وتمشي من غير ولا مليم، لما جيت تتجوز بقى قصه حبك الحقيقيه كان ربنا فتحها ولا كانت برضه معاناه؟ لا كان لسه في معافره، بس كان في ايه بقى، ابتديت اشتغل، ابتديت اعرف ناس وناس تعرفني، ويعني بقى في مش شغل كتير وفلوس كتير، بس في شغل، في حياه يعني. وكان معايا
بنت حلال شافت انه كانت زميلتك؟ لا ده هي كانت. بص بقى الحكاية بدأت ازاي. قول. هما كانوا في أداب قسم تاريخ. احكي لكم الحكاية. ايوه بقى. اللقاء من اوله يعني ضنك، مفيش فلوس ومفيش شغل، نحكي حاجة حلوة. بص كانوا في أداب تاريخ مجموعة كده وبيعمل فريق المسرح مجموعة من الزملاء دلوقتي موجودين، دكتور عابر فوزي والزميل محمد رضوان ومحسن منصور وخالد الناجدي، كانوا مجموعة كده بتوع قص بتوع فريق المسرح في أداب القاهرة أداب تاريخ. فكان من ضمن صحابهم هناك في أداب هي عزة مراتي. الشلة دي معظمهم دخلوا بتوع المسرح، دخلوا فنون مسرحية في نفس الفترة اللي أنا دخلت فيها فنون مسرحية، هي دفعة واحدة أنا والزملاء دول. فهي كانت شلتها راحت فنون مسرحية، فكانت تخلص شغلها وتيجي تجي لهم المعهد عشان صحابها بقيت اللي عايشة معهم من أولى جامعة يعني. فشفتها معهم بس دي الفكرة يعني. وقعدنا نقول لبعض كتير مش أنت يعني إيه؟ إحنا قاعدين كده فتيجي عيني في عينيها فابتسم تقول لي مش أنت. فتمام بعد شوية كده حصل حاجة، فهي بصيت لي كده بإعجاب وقلت لها مش انت. مالكم مناخيركم لفوق كده؟ وده اللي يمكن ده اللي شدنا لبعض شوية ان احنا الاتنين عاملين كده يعني. ومين اللي تواضع بقى؟ وطلع انا وطلع هي، شفتي؟ وانتوا الاثنين عينكم من بعض بالظبط. بس انت عارفه بقى اللي الحاجات دي يعني. كرامتي. بس وتعرفنا هي عارفه الراجل ده انه زي ما كنت بقول لحضرتك انه مشكلته براه، فتعاملت بالمنطق ده وقبلته بظروفه لانه عارفه انه ممكن الظرف نفسه يتغير، لكن الراجل تمام يعني من وجهة نظرها يعني. احنا بنشتري راجل يا استاذ. وبدات حياه جميله حياه فيها كل الحاجات اللي بتسمع عنها انك بتتحمل وتعمل كذا وندبر كذا، كل الحاجات عملناها كلها بس عملناها باستمتاع. لا احكي لي كده، افتكر كده قولي دبقت الدنيا ازاي. اكم كان لا قولي قسط مثلا حاجات قسط، جبنا حاجات قسط، خدنا شقة صغيرة في مكان بعيد الأول. الحاجات ما فرشتوش كل حاجة في الأول؟ طبعا كان حاجات قليلة جدا عايشين بيها اللي هي تقضينا بس يعني، كنبة سرير ترابيزة حاجات كده يعني. وقعدنا من غير دولاب فترة. دولاب؟ ده الدولاب سيد الموقف ازاي بقى؟ هو ده اللي حصل بقى. والله العظيم يعني موضوع بسيط، بس انت تختار الشخص الصح ومالكش دعوه، الباقي طالما عندك حاجه جواك الباقي هيتحل. الظرف نفسه بيتغير طول الوقت، الدنيا ظروفها بتتغير، بس خليك واثق ان اللي معاك ده حد كويس. هي اهم حاجه ان انت تبقى مهم. وانا الحمد لله ربنا هداني الست كويسه وعشنا مع بعض بقى بالطريقه دي، خدناها وشفنا اللحظات كلها الحلو والوحش الحمد لله. وعلى مستوى التمثيل بالنسبة لك كان ايه الدور اللي انت لما مثلته البوابات اتفتحت بقى، ما عادتش ضيقة، ما عادش عمال بتدور على الفرصة؟ ده كان بصراحة في طبعا كنت عملت اعمال كتير والناس ده تتكلم عن بعض ادواري في التلفزيون وحاجات كده، بس النقلة اللي بجد اللي عملت لحضرتك بتقول عليه ده الثلاثية اللي عملتها مع خالد يوسف، دكان شحاتة، كلمني شكرا، كف القمر، دول كانوا بوابة النقلة الكبيرة الصراحة. منتشر الإفيه ده. عرابي الديب أصله يعني أنا عندي مشكلة مع عرابي الديب ده. أشهر كاركتر أنا عملته. فقعدت طول الوقت عندي إيه؟ عايز أكسر موضوع عرابي الديب ده، حد تاني يطلع له ياكله يعني. فقعدت بعافر وبدور على أدوار لحد ما جالي دور. قلت هو ده اللي هي فعلا هيعدي عراب الديب، وحصل. اللي هو خميس بتاع رمضان كريم، خميس بتاع التحرش المشهور ده. وفعلا خميس عمل هيصة عظيمة جدا، فانبسطت جدا انه خلاص حد هينافس عرابي بقى خميس ده الملعون ده. فقلت خميس خلاص هو ده بقى البطل اللي انا مراهن عليه، خلصني من فكره عرابي الديب الشهير ده. ايوه بس انت
لا قولي المشهد ده، ارجع لي ونبي المشهد ده كان مكتوب كده بتفاصيله. انا انت في اداء يعني انا حاسه ان في اللي هو جزء من الارتجال يعني في بعض حاجات يعني، لكن هو كان معمول كده. الحمقة دي بقى شفت يعني شفتها انت على ناس مدلسة كده، يبقى هو اللي هو اللي عامل الجريمة وبيزعق الناس. على فكرة ده اول يوم تصوير ليا في المسلسل واول مشهد عامله. تلاقيك كنت داخل بقى سامع شادية ولا ام كلثوم ومجوق. ده حاجه تقيله او ما حدش تحس انك كنت سامع ام مطلب حاجه دسمه. بس ان هم في اللوكيشن سقفوا لك قالوا لك لا ده صحيح صحيح حصل تسقيف في اللوكيشن ساعتها. خميس المستفز. خميس ده عمرك دخلت في خناقه عشان واحده بنت بتتعاكس، عشان بنت متضايقه ما اعرفش يعني الظروف حطتك في حاجه زي كده ولا لا؟ مره كنا في كنت راكب ميكروباص والسواق بيكلم بنت بطريقه فيها افتراء اللي عارف انه هو مش هتقدر عليه البنت فداخل بسخافه يعني، فانا قمت داخل متعرض له فالبنت هديت واطمنت يعني. وكان ممكن يضربني طبعا بس انا عملتها وخلاص. لا لا الحمد لله. انما انت ما يعني ما دخلتش في خناقه الحمد لله. لا خناقه طب ربنا يجيب حياتي كلها على فكره والله. طب ولما بتدخل في معركه ايا كان حجمها مع مراتك بتستسلم وتنسحب على طول بهدوء ولا؟ طبعا الراجل الجدع يرجع لورا على طول مع مراته يعني ما فيش انا راجل البيت وكلمتي هي اللي هتمشي هنخسر فعلا هتخسر. احب الواقعيه في الازواج. انت ماشي. راجل واقعي هتقول راجل البيت وتعمل شويتين وبعدين ها بالظبط بتقول لك انا يا بنتي نفسك انا يا بنتي بالظبط على ايه فانت من قصيره كده يرجع لورا يا جماعه دي حكمه صبري فواز بينقلها لكل الازواج يعني انت بتعمل فيهم خدمه انه اي عند مع مراتك في النهايه انت اصله هم بنات حوا دول حاجات حلوه وقوية وحلوين وقوية سيبك من اللي بيتصدر ان هم الاضعف وبتاع ده كلام فاضي. طب احنا على فكره معانا بنات حواء كتير جدا ارجع ورا. طب معلش ماشي احنا عندنا بنات حواء كتير جدا موافقين على كلام صبري فواز انه بنات حواء اقوية. في ناس بتقول وفي ناس بتقول لا. طب والشباب شايفين انه بنات حواء قوية برضو في ولا لا؟ بس في اكترية بيقولوا لا من الرجالة. طب احنا ممكن نعمل بالايدين. طب استنى بس خلينا نعمل استفتاء صغير كده. اللي شايف انه الستات في مصر عامة قوية يرفع ايده. لا ايده فوق عشان نقدر. طيب اللي شايف انه الستات مصر غلابة. طب انا عايز اعرف اللي ما رفعوش ايدهم في النص دول كانوا ايه؟ يعني شايفين انه ما فيش ستات في مصر اصلا. مين دول؟ على العموم يعني انت عندك حكمتك الخاصة اللي ماشي بيها في الحياة يعني. بعد 3 مسلسلات في رمضان بتاخد فترة نقاهة واستراحة ومصيف ولا لا عندك شغل وارتباطات؟ لسه والله العظيم. وبتبقى يعني الولاد موقفهم ايه في الالتزامات دي كلها؟ مش طايقني طبعا. صح. عندهم قد ايه ولادك صبري فواز؟ يعني مروان في اولى جامعه وصبا خلاص الثالثه ابتدائي. طب وانسه صبا بتقول رايها ولا؟ صبا بتقول وصبا بتقول ب ب ب قالت لك ايه على مسلسلات السنه دي؟ عاجبها وطبعا هي متعاطفه مع علي ربيع ضدي في سك على اخواتك. والمشهد اللي في اخر المسلسل ده اللي خلى الناس كلها تهجم على شريف مستر شريف هي بتتفرج عليه قامت قاعده قعدت تعمل لي دي غيظه قوي قعدت تعمل لي كده ايه ده يعني متعاطفه ده انت شكلك ديمقراطي في البيت والله جدا والله يعني عارف كده مش والله بجد يعني فعلا مع عصابه ومروان والمدام يعني كلهم عليك لا كلهم معايا بس انا ما عنديش مشكله يعني انا قلبي يسعهم كلهم بنرفزتهم بغضبهم عادي ما هو حبايبي قلبك كبير حبيبي. دلوقتي اخر سؤال مع صبري فواز عبر ادوارك المختلفه مع ممثلين مختلفين ومخرجين متنوعين وشركات انتاج متباينه الخ 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 اكيد في مواقف لا يمكن تنساها في كواليس تصوير اعمالك فانت لازم تفتكر لي دلوقتي واحد من المواقف التي لا تنسى زمان دلوقتي
سناء جميل لما قابلتني في البر الغربي. البر الغربي، مسلسل البر الغربي، كنت انا عامل فيه حلقتين بس، حلقه واحد واثنين. عيسى الجرح ده بيموت بعدها في الجيش، ف انا خلصت تصوير وهم لسه شغالين، دخلوا في رمضان وانا رمضان فاضي بتفرج على المسلسل. فحلقه اتنين بتتذاع اللي هي اخر ظهوري، وكلمني صديقي ومساعد المخرج وقال لي تعال لنا دلوقتي البلاتو حالا. قلت له ليه؟ قال لي الناس هنا كلها طايره بيك، تعال سلم على الناس دلوقتي. فروحت دخلت من باب الاستوديو لحد المونيتور في تلت ساعه، يعني خدت المسافه دي في تلت ساعه، سلامات واحضان ومباركات وحب ونكسته كله. لحد ما وصلت هناك قامت قايمه الاستاذه سناء جميل مقابلاني، يعني خطوتين كده قابلتني وقامت خدتني حضن كبير جدا جدا جدا، وقامت لافه كده لاسماعيل عبد الحافظ، قالت له اسماعيل الولد ده قريبي. ده عمري ما انسى طبعا الموقف ده. عظيم عظيم عظيم. طيب خليني كده الخص مفهومي او منظوري لممثل محترف عتيد زي صبري فواز. صبري فواز شهرته كما اراها ما هيش عشان هو واحد موجود على الانترنت بصور على انستغرام او اي ابلكيشن تاني، مش لانه هو محترف بي ار وعلاقات عامه وصوره في الحفلات والافتتاحات موجوده، مش لانه بيمثل اي دور وكل دور بيتعرض عليه فموجود بغزاره على الشاشه. لا، هو الحقيقه شهرته من قيمته من اخلاصه لشغلته اللي من اول لحظه في حياته بعد ما خلص ثانويه عامه قرر ان هو يشتغلها بغض النظر بقى عن الانكم، عن المدخول المادي اللي يجي او ما يجيش. ده راجل راس ماله في الحياه هو حبه واخلاصه لشغلته وموهبته، وبالتالي موهبته ما فيش اي حاجه قللت منها، بالعكس سنه عن سنه بتتراكم، سنه عن سنه بتكبر وبتتوهج الى ان اصبح من اهم الاسماء في عالم التمثيل. صاحب العمارة دي، تعرف البنك اللي تحت ده لو خد هيعدي كام مليون؟ ده ما فيهوش اطفال وربيت ده. طب وفيه بس الشنطه فيها ايه؟ هو ده المهم. خلاص بقى بالفضايح. يعني عايز اعرف انت من اي حته، يعني حته الليسي. فهو ربى الدقن، انا ربيت الشنب. الشنب ما كنتش متصور ابدا ان هيبقى ده رد الفعل. ده سقط اخوه قبل كده. دخلت ادوارد عليا بالشنطه. والحقيقه الدور مختلف شويه، الدكه مختلفه. بس مستشار طبيخ، انا وسط كلامي في حكم ومعاني، والناس سمعاني ومعايا بتغني، مفيش مني 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 مني.